صباح الخير وسيم. إذا البداية في الراوند أب باش تكون بقرار أنه تونس تعمل على توفير العودة الطوعية للأفارقة إلى بلدانهم، وين لازم على المجموعة هذه أو المجموعة الدولية القيام بدورها في هذا الصدد. هذا وفق تأكيد رئيس الجمهورية قيس سعيد البارح في ختام قمة إيطاليا إفريقيا المنعقدة بروما، وين جدد رفضه لأي محاولة لتوطين الأفارقة في تونس. هناك تنظيمات إجرامية تقف وراءها تتاجر بالبشر، ولا يمكن التصدي لهذه الظاهرة إلا بالقضاء على أسبابها. نستقبل أشقاءنا الأفارقة في نطاق القانون، وقامت مؤسسات الدولة إلى جانب الهلال الأحمر التونسي بدور كبير، لأننا غلبنا القيم الإنسانية على الجوانب القانونية، ولكن في نفس الوقت نريد أن نحافظ على دولتنا، ولا نريد أن تعمل بعض الجهات على توطين بالقوة. لن نقبل بالتوطين. عودة الطوعية بالنسبة إلى عدد كبير من الذين جاءوا بصفة غير قانونية ليس هينا، لابد من احتضانهم وتوفير أسباب الحياة لهم، ولكن نعمل على أن نوفر العودة الطوعية لهم، وعلى المجموعة الدولية أيضا أن تقوم بدورها. وشدد رئيس الجمهورية قيس سعيد على ضرورة وضع مقاربة جديدة ليصلح الأوضاع في القارة الأفريقية، وين أكد أنه يلزم البحث عن الأسباب الحقيقية وراء الوضع الغير طبيعي حسب تعبيره اللي تعيش القارة رغم ما فيها من ثروات. لماذا أفريقيا التي تعج بالخيرات من أكثر القارات ثروات طبيعية بالنسبة إلى البترول، بالنسبة إلى الغاز، بالنسبة إلى الأحجار الكريمة، ومع ذلك الأفارقة يموتون كل يوم نتيجة للمجاعة، نتيجة عدم توفر أبسط مقومات الحياة. يجب أن تكون أفريقيا للأفارقة، ويجب أن نتعاون مع كل العواصم الأخرى أن ند للند واليد في اليد، ونقف عند الأسباب الحقيقية التي أدت إلى هذا الوضع غير الطبيعي. اليوم على الأفارقة أن يعوا بأنهم يمكن أن يساهموا من موقع الفاعل الحقيقي في اتخاذ القرار. إلى الملف الفلاحي، وإن القاوس 986 مليون دينار هي قيمة العائدات التصديرية من زيت الزيتون إلى موفى شهر ديسمبر الفارط، وفق أرقام قدمتها ممثلة وزارة الفلاحة درساف بن أحمد خلال حضورها في برنامج أجري أور. إلى موفى شهر ديسمبر تم تصدير ما يقارب 39,144 طن من الزيت الزيتون بقيمة 986 مليون دينار. كما تعرف احنا جل التصدير متاعنا إلى حد الآن هو سائب. بلغت الكميات من زيت الزيتون اللي تم تصديرها 35,044 طن من زيت الزيتون السائب بقيمة 876 مليون دينار، و 4100 طن من زيت الزيتون معلم بقيمة 110 مليون دينار. وإحنا نعمل في وزارة الفلاحة على مزيد تطوير الصادرات متاعنا، خاصة بإعطاء قيمة مضافة للمنتوج بالتعليب، وكذلك زيادة بلابليزاسيون بيولوجيك ولا عنده تسمية مثل الأصل، وهذا يتم العمل عليه بمزيد تمركز زيت الزيتون التونسية بالسواق الخارجية. وأكدت بن أحمد أن 390 ألف طن هي كمية صابة التمور الموسم هذا، وين تم تصدير تقريبا 58 ألف طن بقيمة 387 مليون دينار. القطاع الاستراتيجي الثاني واللي نقولوا عليه هو التمور، هو ساهم بنسبة 10% من القيمة الجملية للصادرات الفلاحية بالنسبة للموسم الفارط. الانتاج متاعنا سنة شهد ارتفاع، وقدرت صابة سنة ب 390 ألف طن زيادة على الموسم الفارط ما يقارب عن 14.4%. وتعرفوا لي احنا الصنف المركزة به تونس هو صنف دقلة نور ما يقارب عن 328 ألف طن من صنف دقلة نور تم انتاجه بزيادة 15%، وبلغت صادرات ما يقارب عن 57.6 ألف طن بقيمة 387 مليون دينار مقابل 56.7 ألف طن في الموسم الفارط بقيمة 356.5 مليون دينار. فما زيادة بنسبة 1% بالنسبة للكمية و 8% بالنسبة لقيمة الصادرات متاعنا.
في موضوع آخر، يعد ارتفاع عدد السكان في تونس الكبرى بمعدل 2,800,000 ساكن حاليا مقارنة بمليون وتسعمائة ألف ساكن عام 2010، إضافة إلى تراجع أسطول شركة نقل تونس إلى النصف تقريبا من بين الأسباب اللي أدت إلى تدهور خدمات النقل العمومي في تونس الكبرى، وفق تأكيد الرئيس المدير العام لشركة نقل تونس عبد الرؤوف الصالح في تصريح لقسم الأخبار، وين أشار زادة إلى الإجراءات اللي تم اتخاذها لتحسين خدمات النقل. سنة 2010 كان نحسبه شركة نقل تونس كانت تحتكم على أكثر من 1000 وسيلة نقل، حاليا بمعدل 550 وسيلة نقل. احنا هذاك علاش خدينا إجراء يتعلق باقتناء وسائل نقل قديمة اللي هي باش تكون قابلة للاستغلال. سلمنا الدفعة الأولى، حسنت الوتيرة، ولكن مع الإجراءات الداخلية اللي تتعلق بتحسين جاهزية الوصول والقيام بالتصليح الضروري من خلال الصفقات اللي أبرمناها في خصوص توفر قطاع سواء كانت حافلة أو مترو، هذا مع أنه ثم الدفعة الثانية اللي باش تسلموها من الحافلات المستعمل، وبالتالي وتيرة السفرات باش تتحسن تباعا، وكذلك مع تحسين جاهزية الوصول. وليس بعزيز على أنه باش نوفر للمواطن وسيلة ضرورية. وضح الرئيس المدير العام لشركة نقل تونس أنه يتم التدخل من خلال سفارات استثنائية في كل المناطق التي تشهد الذروة، ويشدد على أنه الشركة تعمل على الاستجابة للطلب المتزايد على النقل. نتدخل بسفرات استثنائية لجميع النقاط التي تشهد الذروة سواء كانت مساء أو صباح. تعرفوا احنا مانيش نقولوا رانا لاباس، ولكن هذيك الحقيقة ثم طلب متزايد والمواطن ما عادش يحتمل الصبر، ولكن احنا دورنا زادة ما خلوش المواطن ويزم له لبوله طلب بتاعه في حسب الإمكانيات المتاحة، وذلك نسعوا الناس كل مع بعضنا أنه باش نحسنوا وتيرة السفرات ونقصوا من الضغط، وبالتالي أنه إن شاء الله تكون عملية سلسة، تكون سنة 2024 سنة معناها بتاع فرد الناس كل والمواطن يلقى أو يلجو إلى وسيلة النقل بالأسلوب الأمثل. ختاما، سد الشغور الحاصل في مجلس نواب الشعب يبقى من مهام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات باعتبار أنها هي من تشرف على العملية الانتخابية، وفق تصريح النائب البرلمان نزار الصديق، ونشار إلى أن المجلس التشريعي باش يعقد جلسة نهار 26 فيفري للنظر في قانون تجريم التطبيع. هذا خلاف بقى قايم، والمفروض أنها تتولى الهيئة العليا للانتخابات هي اللي تحدد انتخابات. هم تقريبا 161 نائب، المفروض احنا توا تقريبا 151، المفروض أن الهيئة العليا المستقلة هي اللي تعمل انتخابات لسد الشغور الموجود في مجلس النواب. هذا بالطبع بعد مشاورات داخل المجلس بين الكتل وبين النواب، وإن شاء الله عندنا أولوية مطلقة هي الشعب التونسي ومصلحة الدولة العليا ومصلحة الشعب التونسي. كانت هذه أهم الأخبار اللي دارت مؤخرا في بعض وسائل الإعلام، كذا كيف طرقنا للأخبار اللي دارت في إكسبريس أفام. تود سويت هيدلاين.